بما ان كلها يومين على افتتاح الحدث اللي كلنا في مصر او في الوطن العربي بنستناه من السنه للسنه، وهو معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 54 اللي هتبدا يوم الاربع 25 يناير وهيستمر لحد يوم 6 فبراير. فاحنا قررنا النهارده مناورتنا تكون عن الرياضه والانديه الرياضيه ودورها في رفع المستوى الثقافي ووعي المجتمع. وطبعا احنا عارفين ان معرض الكتاب بيكون فرصه لكل الناس اللي بتحب القرايه والمعرفه والطلبه والاطفال وكل الفئات انهم يروحوا ويشتروا الكتب اللي مستنيينها، وكمان بتبقى خروجه كده بيتبسطوا بيها بسبب المبادرات والفعاليات الكتيره اللي بتحصل طول ايام المعرض. فعشان كده احنا جايين نقول انه الرياضه عمرها ما كانت بدني بس. كلنا عارفين المقولة اللي بتتقال لنا من واحنا صغيرين، العقل السليم في الجسم السليم. فالرياضة والثقافة وكل ما يتعلق بيهم من قراءة وعلم ومعرفة ووجوه كلها لعملة واحدة، هما القوة الناعمة لأي بلد. في النهاية كلهم بيحققوا نفس الهدف، وهو بناء مجتمع وأشخاص سليمة وسوية وعندها وعي ومتفتحة. وعشان كده عايزين نقول للأندية المصرية، فين دوركم ومشاركتكم في رفع الوعي الثقافي؟ ايه الفعاليات اللي عملتوها وساهمتوا فيها وخدمتوا بيها او خدمتوا بيها على الشباب؟ الحقيقه ده مهم جدا يا اميره انه الانديه المصريه تقدم مش بس رياضه وبطولات، لا انت لازم يبقى عندك زي بيقولوا وجبه ثقافيه بتقدمها مظبوط للناس اللي موجوده عندك في المدرسه. كلامك مظبوط جدا، وقرايه الكتب هي الوسيله الاولى للتعليم والتنوير، وللاسف الجيل الجديد للاسف ما بقاش يقرا خالص. السوشيال ميديا اكلت دماغه، ما بتخليهمش يفكروا ولا يدوروا على اي حاجه، ما عندهمش حتى الخلق انهم يقعدوا يمسكوا كتاب ويقروا فيه، ودي للاسف حاجه وحشه جدا جدا على شبابنا ومجتمعنا. ومن هنا يعني عايزه احقق اوجه رساله لكل الاباء والامهات، معرض الكتاب ده مش للمثقفين بس، انت ممكن تعتبره رحله وخروجه عائليه، واحنا فعلا كنا زمان بنعتبره كده. يعني معرض الكتاب ده كان خروجه بنروح نقابل صحابنا ونتفسح فيه. حضرتك تقدر او حضرتك تقدري تاخديهم معاكي وتخليهم يختاروا كتب حابينها، من خلال اختياراتهم هتقدري تعرفي ايه هواياتهم، بيحبوا ايه، هتقدري تفهمي شخصيتهم او تفهم شخصيتهم وتنمي مهاراتهم في الحاجه اللي هم بيحبوها. في كتب بتخص كل الهوايات، ونعرفهم اهميه الكتب دي ايه، لان كمان كل كتاب الطفل بيقراه بيزود لعقله خبره ومعرفه ضعف عمره وتجاربه اللي عاشها. هو فرصة معرض الكتاب بجد بتتقدم لنا علشان نقرأ ونعرف كل جديد. ما ينفعش نهجر الكتب والقراية مهما حصل، لأن بالقراية والعلم بتنهض الأمم وبتتقدم المجتمعات وبتواجه كل الصعوبات. وفي حكمة كده مهمة جدا بتقول إيه، بيت بلا كتب جسد بلا روح. ففرصة قدامنا في معرض الكتاب، بيبقى فيه كل الكتب وبتبقى بأسعار كويسة جدا وفيها مختلف المجالات اللي ممكن تفيدنا كلنا، نشتري ونرجع نقرأ من تاني إن شاء الله حاجات صغيرة قوي وتناسب أهم حاجة، أهمية ابنك أو ابنك. صح صح، خلينا نقول إنه كمان في حكمة بتقول الكتب ليست أكوام من الورق الميت، إنها عقول تعيش على الأرفف. فافتحوا الكتب واقروا، مش شرط تقروا في الكتب العلمية والكتب المكلكعة من وجهة نظركم، وشوفوا انتوا بتحبوا ايه، بتحبوا فن، بتحبوا تاريخ، بتحبوا سياسة، ثقافة، رياضة، ايا كان اشتري واقرا. ولازم ومهم جدا انه الأندية الرياضية في مصر ومراكز الشباب يكون ليها دور في ده، ويكون فيها لجنة ثقافية تشتغل طول الوقت على الجزئية دي وتدعم الشباب. والحقيقه خليني اقول ان احنا محظوظين بالنادي الاهلي، يعني الحمد لله على نعمه النادي الاهلي في كل حاجه، بس النادي الاهلي في النقطه دي تحديدا بيدعم كل المباريات اللي بيكون هدفها في نشر الوعي الثقافي والاهتمام بكل الاجيال. وزي ما شفنا السنه اللي فاتت التعاون مع وزاره الثقافه وافتتاح معرض الاهلي الاول للكتاب عشان يكون اول نادي رياضي في مصر يعمل ده، فدي حاجه مشرفه جدا، وهو الدور الرائد والتاريخي للاهلي في دعم مسيره الثقافه داخل المجتمع. يعني حاجه بصراحه يا اميره مشرفه جدا جدا. بالظبط بالظبط هند، يمكن ده كمان بدايه لفكره جديده للنادي الاهلي بيقدمها للانديه الثانيه، وما فيهاش حاجه لما نقلد بعض في الحاجه الصح، مش عيب ولا حرام. الحقيقه النادي الاهلي دايما بينتصر ودايما بيتصدر المواقف الانسانيه والايجابيه، وبيبادر وبيدي دوره كاي نادي رياضي على اكمل وجه، رياضه
موجودة، مواقف إنسانية موجودة، مشاركة اجتماعية وثقافية ودعم للشباب، كل ده موجود، وده دور الرياضة. احنا مش دورنا اننا نكون بس متفوقين في المشهد الكروي والرياضي بس والرياضي بس، دورنا اننا نبني اجيال ناشئين وعقول سليمة واعية، والمفروض من كل نادي كبير عنده شعبية جماهيرية يستغل ثقة جمهوره فيه ويوجه بطريقته ويوجهه بطريقته لفكر مختلف، ويقدم له الجزء الثقافي من خلال مبادرات وندوات ومعارض مختلفة، لان ده بيخلق يعني شاب تاني انت هتهتم بثقافته من وانت صغير، هتلاقي حاجة تانية مختلفة وفكر مختلف. بالظبط يا أميرة، احنا الحقيقة منتظرين بداية وافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخلونا نقول انها هتكون دورة مميزة جدا لأسباب كتير هنتكلم فيها، ولكن من أهمهم بالنسبة لي شخصية المعرض وهي الكاتب والشاعر الكبير صلاح جاهين. والحقيقة محتاجين نشكر وزارة الثقافة على تمسكها بالأنشطة الثقافية والفنية مهما كانت الظروف صعبة. يعني خلونا نكمل كلامنا عن معرض الكتاب وموضوع حلقتنا عن الأندية الرياضية والثقافة مع الناقد الأدبي والكاتب الكبير دكتور شوكت المصري، واللي هينورنا النهاردة في الحريفة. لكن